منافسين. شوف قلت لك كل انسان يرى روحه واهل بالمتاع، فما منافسين ما عندهمش تجربه سياسيه زعما، فما منافسين عندهم تجربه ينجموا يكونوا رؤساء. انا بالنسبه لي انا عبد الكريم الزبيدي ينجم يكون رئيس مونتيز، مهدي جمعه ينجم يكون رئيس مونتيز بصراحه، يوسف الشاد كان تقدم لو ما حصل على تجربه سياسية مهمة في رأس الحكومة ينجم، رغم لربما صغر السن وينجم يكون هانديكاب، بصراحة معناها عنده إمكانيات. نبيل القروي ما عندي حتى شيء ضد نبيل القروي، ما بصراحة نبيل القروي ما عندوش تجربة في الدولة، ما عندوش تجربة سياسية، ما عندوش، رغم أنه كان في نيدا تونس، رغم كان في نيدا تونس لا. ثم اللي يقلق بالرسمي هو تداخل الجمعيات والسياسة، اللي يقلق هو تونسي حر. أنا سندته ضد قانون الأقصى، سندته نبيل القروي، ما عندي حتى مشكلة شخصية. أما نشوف منصب رئيس الجمهورية منصب هام جدا ويتطلب ربما تجربة سابقة، معناها ما تنجمش أنت بصراحة تولي بي دي جي للشركة وأنت ما شدتش حتى شيف سيرفيس قبل، ما تنجمش مع المنطق. اليوم أنا أعتبر ألا معناها زبيدي، يوسف الشاهد، بهدي جمعة، هذا من الناس راكموا تجربة في الدولة فيها الباهي والخايب، وبعتبر ينجم يكون مش راهي من الزين، وكان ربحوا أنا متصور مش يقدم حواج باهي في البلاد. هذا من قيس سعيد. شوف قيس سعيد هو جامعي، هو زميلي وصديقي كيف كيف، معناها ما ركز متجب في الدولة. شوف كان جاء مترشح البرلمان رانا ربما سندته. شوف راهو منصب رئيس الجمهورية يتطلب، راهو منصب معقد. أولا يلزمك تكون عرف الدولي بالدولة، وراهو الدولة التونسية معقدة، معناها تكون تجربة. قيس سعيد، نبيل القروي، ما عندي حتى شيء ضدهم، هذا ما راكموش تجربة في الدولة. اليوم ما تنجمش قلت لك تشد رئيس الجمهورية وانت ما تعرفش كومون فونكسيون وزارة، ما تعرفش كومون فونكسيون مؤسسة رئاسة، مؤسسة معقدة جدا. أنا أونيتمون عندي لافونتاج، كنت وزير ومستشار في الرئاسة، معناها شكوني الرواج. كيف كيف أنا نؤمن بصراحة في السياسة بالخلفية الفكرية والثقافية. نعم والله منصور مرزوقي مرشح جيد. علاش منصور مرزوقي كان رئيس جمهورية، أنا راكب تجربة من الجمهورية، كان ناشط سياسي معناها أنا نعرفه، معناها كان في المعارضة، هو مثقف، طبيب مثقف بالعكس، معناها ربما تجربة منصور مرزوقي حكمنا عليها كثير من القسوة في فترة تركيا. راهو الوضع كان مختلف في تركيا وما كانش رئيس منتخب، كان رئيس معين. ربما منصور مرزوقي كرئيس منتخب معناها بالاقتراع الشعبي في لان في وقت تروكا رئيس الجمهوريه ما عنده حتى صلاحيات، على الاقل معناها بعد 2019 له صلاحيات محدوده ومعرف بالقانون المنتخب. منصور مرزوقي انا اعتبر انه منافس جيد على الرئاسه معناها، فهمت؟ ما نعرفش، انا مانيش سونداج. قلت لك قبل كانوا لي سونداج يعطيو نبيل القروي، قيس سعيد، اليوم تغيرت المعطيات تماما باعتبار على الرئاسه. اليوم لو جو توفير، جو توفير، ونعتبر الناس الكل على قدم المساواة، على الاقل ثم 6-7 مرشحين على قدم المساواة. وربما عنا نديس وهو التزكية الشعبية، أنا شخصيا اخترت التزكية الشعبية بالعاني باش نعرف بالضبط وين ماشي. اليوم اللي عنده تزكية، اليوم مش لحد ما برشا مرشحين عنده تزكية شعبية. إذا نشوف سافا تروفير ودوت مانيير، يلزم الناس اللي تنتمي نفس العائلة يلقاو حل مع بعضهم، أما التنازل في الدور الثاني بطبيعة الحال ثم على الأقل 3 مرشحين ينتميوا إلى نفس العائلة الفكرية، أنا سي زبيدي، سي مهدي جمعة، يوسف الشاد، هذا من الأربعة ينتميوا إلى نفس العائلة الفكرية، وربما يلزم نلقاو حلول مع بعضنا الأربعة، فهمت؟ حلول مع بعض. أنا اللي يهمني مش مسألة شخصية، أنا بروتول ولي رئيس جمهورية خارق العادة، لأن عندي مشروع، جي أن بروجي، مارست السياسة، نعرف. اللي يهمني وهو يوصل لرئيس الجمهورية إنسان يحمل نفسه.